موجز الثالثة من التلفزيون المصري، أهلا بكم. عقد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وزارتي الكهرباء والبترول، خاصة مشروعات الطاقة المتجددة. تم خلال الاجتماع متابعة موقف توفير الكميات المطلوبة من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، وكذا مستجدات تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء. كما تناول الاجتماع موقف مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وجهود التوسع في تصنيع مختلف مكونات تشغيل تلك المشروعات. كما تطرق الاجتماع إلى موقف الاتفاقيات ومذكرة التفاهم المتعلقة بمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر وتلك الخاصة بمؤتمر كوب 27. كما عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف إتاحة التغذية الكهربائية لعدد من المشروعات التنموية. وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء ضرورة العمل على توفير المخصصات المالية المطلوبة لتنفيذ المشروعات المستهدفة لإتاحة التغذية الكهربائية للمشروعات التنموية، سواء للدلتا الجديدة أو القطار الكهربائي السريع أو غيرها من المشروعات، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص جزء من التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات من خلال موازنة العام المالي الحالي، على أن يستكمل الباقي خلال العام المالي القادم. عقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات ثنائية مغلقة وأخرى موسعة مع نظيره السوري فيصل المقداد بالقاهرة بحضور وفدين البلدين. تأتي زيارة المقداد إلى القاهرة بعد زيارة مماثلة قام بها وزير الخارجية سامح شكري إلى دمشق للتعبير عن تضامن مصر مع الشعب السوري بعد محنة الزلزال المدمر. أكدت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية أن العسكرية المصرية حققت نصرا عظيما بانتصار العاشر من رمضان الذي أعاد أرض سيناء وكرامة الأمة العربية بأكملها. وفي تدوينة لها على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، توجهت السيدة انتصار السيسي بتحية إلى شعب مصر وأبطالها، داعية بالرحمة لشهداء مصر الذين قدموا أرواحهم لتعيش بلادنا في فخر وعزة وسلام. استعرضت تنسيقية الشباب الأحزاب والسياسيين بالإنفوجراف الفرق بين حرية التعبير والجرائم الإلكترونية بالقانون المصري، وذلك ردا على الادعاءات التي جاءت في التقرير نصف السنوي المقدم للأمم المتحدة. تضمن الرد عرض ثلاثة محاور شملت حرية التعبير والحق في الخصوصية وكذلك قانون مكافحة جرائم تقنية، حيث أكدت التنسيقية أن الحوار الوطني تضمن إمكانية تعديل البيئة التشريعية لموائمة التطور التكنولوجي. نظمت القوات المسلحة احتفالية بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، وذلك بحضور عدد من القيادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة وعدد من كبار رجال الدين بوزارة الأوقاف والأزهر الشريف. وخلال الاحتفالية ألقى اللواء أركان حرب خالد أحمد شوقي مساعد وزير الدفاع كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أشار فيها إلى أن هذه الذكرى ستظل في حياة المصريين مبعث اعتزاز وفخر بأبنائهم من رجال القوات المسلحة، حيث تجلت عظمة هذا اليوم في ترابط
شعب مصر مع قواته المسلحة لتحقيق أعظم انتصار للأمة في تاريخها الحديث، موضحا أن المقاتل المصري في يوم العاشر من رمضان ضرب مثالا وقدوة في التضحية والفداء. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام موجز الثالثة من التلفزيون المصري. نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.